السلام عليكم. النهاردة هنراجع كولومز لو اللي هو في سيروي شابتر 23. الشابتر دوت بيكلمني قبل ما نخش في الكولومز لو هنعرف الأول يعني إيه تشارج. التشارج هي أساس الموضوع بتاعنا النهاردة. التشارج اللي يرمز ليها بالرمز كيو أو كيو سمول هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن multiple numbers من ال E. ودي ده أول قانون عندي. ال E دي بقى ال E دي بيسموها ال elementary charge اللي هي 1.6 في 10 to the power negative 90 كولوم. طبعا الكلام ده لو positive يبقى أنت بتتكلم على بروتون، لو negative يبقى بتتكلم على إيه؟ إلكترون. تمام؟ ال N عندك في القانون دوت، ال N دي تعتبر هنا ديجيت. يعني ايه ديجيت؟ يعني مفيش فيها فراكشن. يعني مفيش فراكشن يعني ما تلاقيش مثلا 2.5، مفيش فراكشن هنا خالص، يعني مفيش الكترونين ونص. الشحنه دايما عباره عن مالتيبل نمبر من ايه؟ من شحنه الالكترون او من الاليمنتري تشارج. والكاركترستيك دي بيسموها الكوانتايزيشن، الكوانتايزيشن اوف الالكتريك تشارج. ان التشارج هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مالتيبل من اللي تشارج بتاعت الاليمنتري تشارج اللي هي الالكترون. تمام كده؟ تمام. طبعا اللي تشارجز لو عندي سيميلر تشارجز بيحصل بينها ريبولشن، بتتنافر، صح كده؟ ولو عندي ديس سيميلر تشارجز، حاجة بوزيتيف وحاجة نيجاتيف، يحصل بينهم اتراكشن. اتراكشن يعني ايه؟ يعني تجاذب. تمام كده؟ تمام. الكلام كله هيبقى في الشابتر ده، معظم الشغل هيبقى على البوينت تشارج. يعني ايه بوينت تشارج؟ بوينت تشارج يعني اللي تشارج بتاعتك متركزه في نقطه صغيره قوي ملهاش دايمنشن، دي بنسميها البوينت تشارج. طب هي اللي تشارج دي اصلا بتتكون ازاي او بتتنقل ازاي؟ تو بي بريسايز، مفيش حاجه اسمها كرييتنج اللي تشارج، في حاجه اسمها ترانسفيرنج اللي تشارج، لان ده قانون اسمه الكونزرفيشن اوف تشارج اللي هو charge cannot be created nor destroyed but only can transfer can be transferred from one object to another. الترانسفيرنج ده بنسميه charging، او في ناس بتسميه electrification اللي هي ان انت تعمل electricity يعني كهرباء. يعني اللي charging ده ليه كذا طريقه، ممكن تعمله بالفريكشن. فاكر زمان لما كنت تجيب القلم بتاعك وتحكه كده في راسك او في شعرك او في التيشيرت اللي انت لابسه، فبيعمل فريكشن مع التيشيرت فبتتنقل بعض الالكترونز من ماتيريالز للتانيه، دي بنسميها فريكشن. في حاجه تانيه، لو جبت رد مثلا كده عليه شحنات نيجاتيف ووصلته مثلا ان كونتاكت مع ميتال، اي ميتال، الالكترونز دي بتنتقل للميتال وده بيسموها اللي تشارجنج باي كونتاكت. تمام. في حاجة تانية بقى، لو انت جبت نفس الرد ده بالنيجاتيف اللي هو بالنيجاتيف ده وقربته بس من غير كونتاكت، بص هنا كده مفيش كونتاكت وقربته المعدن، النيجاتيف هنا تو نيجاتيفز مثلا بيأتراكت تو بوزيتيفز هنا ويريبولس مع تو نيجاتيفز هنا، بتلاقي الناحية دي بقت نيجاتيف والناحية دي بقت بوزيتيف. العملية دي بنسميها ايه يا شباب؟ بنسميها اندكشن. تمام؟ تمام. طيب حاجة تالتة برضو أخيرة، طيب افرض انا رحت جايب نفس الميتال ده ورحت مقربه بس من غير كونتاكت لانسيليتور بقى مش لماده موصله، الاتومز اللي هنا اصلا بتروح مترتبه كده بحيث البوزيتيف بتاعها هيجي في ناحيه والنيجاتيف في ناحيه تانية وتروح مكونه بالشكل ده كده، وتعمل لي حاجه بيسموها البولاريزيشن. بيسموها ايه؟ البولاريزيشن. بولاريزيشن اللي هو الاستقطاب، ان الاتوم بتعمل روتيشن كده سنه وبيجي البوزيتيف بتاعها في ناحيه والنيجاتيف في ناحيه. زي ايه موضوع البولاريزيشن ده؟ زي ما حضرتك مثلا تبقى معاك بالونه مثلا عملت فريكشن عليها فكونت عليها شحنات وتروح البالونه دي مثلا لازقه على الايه؟ على الحيطه. تمام؟ تمام. او مثلا يبقى عندك حضرتك بتسرح شعرك مثلا بمشط ولا حاجه وتركن المشط ده جنب حته ورق صغيره فبيأتراكت الايه؟ بيأتراكت الورق دوت. ايه الكلام ده كله بنسميه ايه؟ اللي تشارجنج او الالكتريفيكيشن. اللي تشارجنج او الالكتريفيكيشن. طيب تعال بقى نشوف
كولومز لو بقى. قانون كولوم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي الاتي، كولومز لو، قانون كولوم بيقول لك لو عندك تشارج اسمها Q1 وعندي تشارج تانية اسمها Q2 وكانت المسافة بين التو تشارجز ده هما اسمها R، فبيحصل فورس بين التو تشارجز دول. الماجنيتيود بتاع الفورس بيساوي كونستانت اسمه KE في التشارج الأولانية الأبسولوت فاليو بتاعها في الأبسولوت فاليو بتاع التشارج التانية على سكوير اوف ذا ديستانس بتوين بوث اوف ذيم. ده كده ايه؟ ده كولومز لو. يبقى اذا اي شحنتين في الدنيا بيتولد بينهم فورس، الماجنيتيود بتاع الفورس بيساوي كونستانت Q1 في ال Q2 حاصل المالتيبليكيشن بتاع التو تشارجز مع بعض مقسوم على الار سكوير. الار سكوير دي السكوير بتاع الديستانس بتوين ذا تو تشارجز. ايه بقى الكي اي دي؟ الكي اي دي بيسموه الالكتروستاتيك كونستانت، الالكتروستاتيك بيسموه الكتروستاتيك كونستانت. وده عباره عن ايه؟ الكي اي دي عباره عن 1 اوفر 4 باي ايبسلون نوت. الله، طب هي ايه الايبسلون نوت دي اصلا؟ الايبسلون نوت دي برضو كونستانت بنسميها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس، اسمها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس، ودي قيمه ثابته 8.854 10 تو ذا باور نيجاتيف 12. لما حضرتك تاخد الرقم ده تعوض بيه هنا، يبقى 1 على 4 باي في الابسلون نوت دي بيطلع الرقم ده تقريبا 9 10 to the power 9. يعني القانون ده حضرتك تقدر تقول ان الكلام ده مضروب في 9 10 to the power 9 اللي هو الكونستانت، مضروب في Q1 في Q2 على ال R square. بنحل مسائل زي دي ازاي؟ او انا كده جبت الماجنيتيود، طب الفورس؟ نقول الفورس الاول وبعدين نشوف المسائل. نقول الفورس، الفورس بحددها ازاي؟ الفورس بحددها على اساس التشارج، البولاريتي بتاعت التشارج. مش انا لسه قايل لك لو عندي تشارج بوزيتيف بالشكل ده، دي مثلا اسمها Q1 وعندي التشارج دي اسمها Q2، بيحصل بينهم ايه؟ بيحصل بينهم ريبولشن، صح كده؟ ريبولشن يعني ايه؟ يعني Q1 بتبوش Q2 this way، كده بتريبولست، صح كده؟ هنسمي دي الفورس بتاعت مين؟ بتاعت 1 over 2. وفي نفس الوقت ال Q2 ما هي بتعمل ريبولشن كمان بتزق دي كده، هنسمي دي الفورس بتاعت 2 على 1. تلاحظ حاجة؟ تلاحظ ان الماجنيتيود بتاع ال F12 هو نفسه قيمة ال F21، لان كليهما بيساوي ايه بقى؟ بيساوي نفس القانون اللي انا ايه لسه قايله. K في Q1 في Q2 على ال R سكوير، حيث ال R سكوير هي المسافة الايه اللي بينهم سكوير. طيب لو كان عندي واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف مثلا ال Q1 وال Q2، ها صح صح بقى معايا؟ نشوف كده فين تأثير ال Q1 على ال Q2. اهو دي الفورس اللي بتأثر بيها 1 على 2، في هنا attraction. طب فين تأثير ال Q2 على ال Q1 بتأتراكت ات لايك ذس؟ يبقى دي F بتاعة 2 على 1. يبقى تاني الحتة دي مهمة قوي، اللي هي ايه؟ لما اقول لك تأثير ال Q1 على ال Q2، فين الفورس اللي على ال Q2؟ يبقى هي السهم اللي مرسوم على ال Q2. اجي اقول لك طب فين الفورس بتاعت ال Q2 على ال Q1؟ يبقى هي السهم اللي مرسوم على ال Q1. وبيزد على التشارجز بتاعت الاثنين هحدد اذا كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب في بعض الاحيان يروح مديني مثلا شحنه كده بلس، ومثلا شحنه كده برضو ماينس، والمسافه بينهم let's say اكس او وات ايفر 2 مترز مثلا، وادي Q1 وQ2 ماشي. وبعدين مثلا يجي يقول لك ايه لو انا ضعفت المسافه دي، المسافه دي اتضاعفت، ايه اللي يحصل للفورس؟ الله، طب تعالى نشوف الفورس في الحاله الاولانيه. الفورس الانيشال كماجنيتيود بتساوي ايه؟ كي في Q1 في Q2 على ال R سكوير، ال R في الحالة الأولانية initial. طب بعد كده، ها بعد كده لو أنت ضعفتها هتبقى ال F final، الفرصة في الحالة الفاينل Q1 في Q2. أيوة المسافة هنا بقت الضعف، صح؟ يعني 2 R initial. بس خلي بالك ال R هنا إيه؟ squared. أيوة عشان تطلع الاثنين دي من تحت هتطلع بايه؟ ب 4. هيديك ايه بقى؟ بص هيديك 1/4 ال KE
في ال Q1 في ال Q2 على ال R initial square، صح كده؟ يبقى تلاقي ان ال F final عبارة عن ايه؟ عبارة عن ربع ال F initial، صح كده؟ يبقى لما تضاعف المسافة يعني هتضرب في 1 half، بس خلي بالك ان في تحت square، يبقى ال 1 half دي تتحول ايه؟ ل 1 fourth، بتبقى ربع المسافة. طبعا لو ضعفت الشحنة، دي لعبة بيلعبها لك كتير في الامتحانات بقى، يقول لك مثلا طب احنا لو ضعفنا الشحنة دي يحصل ايه؟ لو ضعفت واحدة منهم هتتضاعف الايه؟ الفورس. لو ضعفت دي وضعفت دي، يعني هتضرب دي في 2 ودي في 2، يبقى انت هتضرب كده في 4، يبقى هتبقى 4 مرات قد الايه؟ قد الفورس، and so on. فدي برضو من ضمن الأسئلة اللي بتيجي في المالتيبل تشويس. طيب برضو نوعية أسئلة تانية مثلا، إن يروح جايب لك إيه؟ يروح جايب لك مثلا let's say أنا عندي كده، سوري نظبطها بس شوية، يقول لي مثلا إن أنا عندي الـ x axis أهو كده، ويجي يقول لك مثلا عندي charge مثلا وليكن بالشكل ده هنا let's say 2 مايكرو كولوم، وعندي charge هنا 3 مايكرو كولوم بالماينس، والمسافه دي 2 مترز والمسافه دي مثلا 2 مترز، ويجي يقول لي بقى طب لو رحت حاطط تشارج هنا بوزيتيف 5 مايكرو كولوم، طبعا دي ماينس ودي بلس، هات لي الفورس مثلا على ال 5 مايكرو كولومز دي، اجيبها ازاي الفورس؟ بص يا سيدي بتعمل ايه بقى؟ الاول بترسم لي رسمه كده، تحدد لي فين التشارج اللي انت هتشتغل عندها، التشارج اللي انت هتشتغل عندها هي اللي عايز الفرصه عندها اللي انا ملونها بالاحمر دي. طيب تيجي بعد كده تقول لي ايه؟ تعال نسميهم، تعال نسمي دي مثلا 1 ودي 2 ودي رقم ايه؟ 3. انا عايز الفرصه على مين؟ عايز الفرصه على 3. طب تيجي نجيب الفرصه بتاعت 1 على 3 الاول. انا قلت لك ايه؟ لما بقول لك هات الفرصه بتاعت حاجه على حاجه، السهم بترسمه اللي عليها الحاجه دي، بمعنى ايه؟ انا عايز الفرصه بتاعت 1 على 3. طب دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، طب دي النيجاتيف دي بتعمل ايه في البوزيتيف؟ بتشدها ناحيتها كده، يبقى دي الفورس بتاعت 1 على 3. وقبل ما انسى اروح جايب الفورس بتاعت 1 على 3 كماجنيتيود، بتساوي ايه بقى؟ هتبقى 9 10 تو ذا باور 9 في الفورسز بقى. هناخد الماجنيتيود بتاعت دي اللي هي 3 مايكرو 10 تو ذا باور نيجاتيف 6، وبعدين ناخد الماجنيتيود بتاعت الثانيه اللي هي 5 مايكرو 10 تو ذا باور نيجاتيف ايه؟ 10 تو ذا باور نيجاتيف 6، وبعدين نقسم على سكوير بتاع الديستنس اللي بينهم، سكوير الديستنس اللي بينهم اللي هي كام؟ 2 مترز سكوير، ونطلع النمبر هنا. خلي بالك انها ايه؟ دي طبعا بالنيوتن في النيجاتيف اكس دايركشن. بعد كده حضرتك تروح عامل ايه؟ تجيب لي بقى بعد كده الفورس اللي بيأثر بيها بقى ال 2 على ال 3. طبعا دي بلس ودي بلس، دي بلس ودي بلس، فبيحصل بينهم ايه؟ ريبالشن. ريبالشن يعني دي بتعمل ايه في دي؟ بتزقها كده بالشكل ده بفورس باف بتاعت 2 على 3، واروح جايب كده اف 2 على 3 بتساوي ايه بقى؟ 9 10 تو ذا باور 9، صح كده؟ مضروبه في 2 مايكرو يعني 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 في التشارج الثانيه، 5 مايكرو يعني 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 على المسافه اللي بينهم 2 سكوير، هتطلع something. خلي بالك من الدايركشن بقى فوق اهو، برضه في النيجاتيف اكس دايركشن بالنيوتن، صح كده؟ هتلاحظ حاجه مهمه قوي بقى، بص كده انت شغال، انت بتجيب الفرصه على مين؟ على ال5 اللي هي الحمراء دي، هتلاقي ال5 اتكررت عندك مرتين، ليه؟ لانك بتاخد ال5 مره مع دي ومره مع دي، فلازم تبقى لماح كده وتلاحظ شكل الايكويشن اللي عندك بتطلع ايه؟ الزاي. بعد كده عندك ايه؟ انت عندك تو فورسز، يعني لو جيت انا ارسمهم على نظافه كده بالشكل ده، عندي فورس كده اسمها اف 1 3 وعندي فورس كده اسمها اف 2 3، عايز اجيب بقى ايه؟ الاف ريزلتنت. الاف ريزلتنت اولا هنا مفيش اي فورسز على اتجاه مين؟ الواي، وده من حظك، يبقى الاف ريزلتنت بتاعتي هتساوي ايه؟ هي سميشن الفورس في اتجاه الاكس، لان سميشن الفورس في اتجاه الواي بزيرو، يعني بيساوي ماينس. ليه ماينس؟ عشان هما الاثنين اصلا في اتجاه النيجاتيف، اف 1 3 بلس اف 2 3، هتجمع التو فورسز دول وتروح حاطط قبليهم ماينس، وده يدي لك مين؟ يدي لك الفورس الريزلتنت بتاعتي بتساوي كام. ممكن يديني المسألة بشكل تاني زي الشكل اللي باين قدامي ده، ان يديك مثلا 3 charges مش على نفس الايه؟ مش على نفس اللاين، وبعدين يجي يقول لك هات لي مثلا الفورس على التشارج اللي هي ال1 مايكرو كولوم دي، هنسمي دي مثلا 1 ودي 2 ودي 3. طيب تعال نجيب بقى الفورس اللي عليه.
ناخد مثلا نجيب الاول ايه 2 على 1. طيب 2 و1 دول بينهم اتراكشن ولا ريبولشن؟ بينهم ريبولشن. ريبولشن ازاي؟ يعني دي بتريبولس دي في الاتجاه ده كده، وهدي تبقى الفورس بتاعت 2 على 1. خلي بالك ان دي برضو بتعمل مع دي نفس القصه، بس هي النقطه ايه؟ النقطه ان حضرتك مش عايز الفورس اللي على التو مايكرو كولوم، فانا مفيش داعي ان انا ايه اكتبها. تمام تمام واروح جايب له كده في جنب كده الاف بتاع 2 على 1 نفس القصه 9 في 10 تو ذا باور 9، وبعدين نضرب في الشحنه الاولانيه اللي هي 2 مايكرو كولوم 2 تو ذا باور ماينس 6، وبعدين نضرب في الشحنه الثانيه اللي هي 1 مايكرو كولوم يعني 1 في 10 تو ذا باور ماينس 6، والمسافه اللي بينهم 1 متر، يبقى دوت كده ايه سكوير. تمام تمام طيب بعد كده نعمل ايه حضرتك؟ بعد كده حضرتك عاوز تجيب الفورس بتاع 3 على 1. بص كده 3 نيجاتيف و1 بوزيتيف، يبقى في بينهم ايه اتراكشن بالشكل دوت، يبقى دي الاف بتاعت 3 على 1. تعالى بقى نجيب الاف بتاعت 3 على 1 هتساوي ايه؟ نفس القصه 9 في 10 تو ذا باور 9 مضروبه في ايه بقى؟ في 3 مايكرو كولوم 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 في 1 مايكرو كولوم 10 تو ذا باور نيجاتيف 6 على المسافه اللي بينهم برضو 1 متر سكوير، ونطلع الرقم دوت، والرقم ده نيوتن ونيوتن. طيب لما تيجي بقى تبص للمساله بالشكل ده، تعالى خد الجزء ده كده مثلا، الجزء ده كده، وكبره شويه لوحده عشان نشوف هنتعامل معاه ازاي. يبقى عندي اكس كده، وعندي واي كده، وعندي عند النقطه دي في ايه تو فورسز، الفورس الاولانيه اسمها اف 21، وعندي فورس ثانيه لتحت كده اللي هي بالاسود دي اسمها F31. تمام تعالى بس نشوف الايه حكايه الزوايا. بص كده موضوع الزوايا، الزاويه دي كام؟ ده كده مثلث متساوي الاضلاع equilateral triangle، يبقى الزاويه دي ايه 60 ديجري صح كده. وطالما الزاويه دي 60، بص حضرتك لو جيت رسمت خط كده ماشي، هتبقى الزاويه دي ايه كمان؟ بص مش دي 60 اهي، دي ودي عباره عن ايه alternative angles، حرف الزي اهو، يبقى دي 60 كمان. وطالما دي 60 تبقى دي 60 برضه، هيبقى الزاويه دي 60 والزاويه دي ايه 60. تمام كده تمام. يبقى حضرتك اما تيجي ايه، انت محتاج ايه دلوقتي؟ انت محتاج ادي تو فورسز اهم، تو فورسز دول طالما الاثنين مش على نفس الالاينمنت، الاثنين مش على الاكس الاثنين مش على الواي، بنعمل ريزولوشن. حضرتك بتعمل ريزولوشن للاف 2، هتبقى هنا اف 2 كوساين 60، وهنا اف 2 1 دي اف 2 1 ساين 60. طيب وبالنسبه للاف 3 هتبقى هنا برضو اف 3 1 كوساين 60، وديت اف 3 1 في ساين 60. تمام تيجي بعد كده بقى تروح جايب سميشن الفورس في الاكس، بتساوي ايه سميشن الفورس في الاكس؟ فين الاكس؟ اكسس اهو، عليه تو فورسز اهم بالماينس، هتبقى ايه اف 2 1 كوساين 60 وماينس برضو اف 3 1 كوساين 60، الاثنين في اتجاه ده، فيبقوا الاثنين بالايه بالنيجاتيف. وسميشن الفورس في اتجاه الواي هتلاقي ايه حضرتك؟ اف 2 1 ساين لفوق يبقى بلس اف 2 1 ساين 60 لاعلى، ولاسفل في اف 3 1 ساين 60. تمام تمام هات حضرتك هتطلع هنا رقم وهنا رقم، تجيب لي بقى بعد كده الاف ريزلتنت اللي هي سكوير روت بتاع سميشن فورس في الاكس سكوير بلس سميشن فورس في الواي سكوير، وتجيب لي بعد كده 10 ماينس 1 الانجل بتاعت الريزلتنت، هتبقى سميشن الواي على سميشن ايه الفورس في اتجاه الاكس. This is how you do it. طب سؤال بقى هيقول لك ايه، طب هو احنا اللي فاتت ما عملناش فيها ريزولوشن ليه وجمعنا بقى اكس وواي؟ اللي فاتت يا معالي الباشا كانت تو فورسز في الاتجاه ده، الاثنين اصلا مع بعض في اتجاه الاكس، فما فيش حاجه ان انا اعمل لهم ايه ريزولوشن. بص هنا دي في اتجاه ودي في اتجاه تاني خالص، فانا مضطر احللهم في الاكس والواي اعمل لهم ريزولوشن، انما دول اصلا هم اوريدي الاثنين في اتجاه الواي في اتجاه الاكس اسف. ولو كانوا الاثنين في اتجاه الواي، يعني افرض مثلا دول كانوا بالشكل ده كده، ما فيش مشكله، واحده كانت فوق وواحده كانت تحت، برضه ما فيش مشكله، هنا مش تعمل ريزولوشن، هتاخد دي بوزيتيف ودي نيجاتيف وتطرحهم مع بعض ايه وتطرحهم مع بعض على طول. النقطة اللي هنناقشها بعد كده اللي هي مفهوم ما يسمى بالالكتريك فيلد، المجال الكهربي. المجال الكهربي بيرمز ليه بمجموعة من الخطوط، الخطوط دي
لو هي متوازية بالشكل ده والمسافات بينها واحدة بنقول على ده يونيفورم الكتريك فيلد. لو هي مش متوازية مثلا، حاجة عاملة كده مثلا بالشكل ده ماشي، والمسافات بينها مختلفة، بص المسافة هنا غير المسافة هنا، بنسميه نون يونيفورم الكتريك فيلد. طبعا معظم انت المسائل اللي عليك هي اما الالكتريك فيلد بتاعك يبقى يونيفورم. الالكتريك فيلد بيرمز ليه بالرمز اي، وده يعتبر فيكتور. في قاعدة مهمة قوي بتقول ان انت لو عندك شحنة حضرتك بوزيتيف مثلا اسمها كيو، والشحنة البوزيتيف دي وجدت في الكتريك فيلد، فالشحنة البوزيتيف بيبقى عليها فورس. قيمة الفورس دي بتساوي ايه؟ بتساوي الشحنة في الالكتريك فيلد. يبقى حضرتك القاعدة دي مهمة قوي، ان اي شحنة بتوجد جوه الكتريك فيلد بيبقى عليها قوة. القوة دي بتساوي ايه؟ قيمة الشحنة في الالكتريك فيلد، قيمة الشحنة في الالكتريك فيلد. طبعا الفورس دي فيكتور والالكتريك فيلد فيكتور، بمعنى ايه؟ ان حضرتك لو دايما الفورس هي نفس اتجاه الالكتريك فيلد، بس شريطة ايه؟ ان الشحنة بتاعتك تبقى بوزيتيف، تمام؟ طب لو كانت الشحنة نيجاتيف هيبقى نيجاتيف الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد، بمعنى ان لو شحنة بوزيتيف زي دي الفورس اللي عليها هتبقى مع الفيلد، يبقى الفورس اللي هي بتساوي كيو في الاي مع الفيلد. يعني لو فرضنا ان الشحنه دي مثلا كوره صغيره كده وهتتحرك، هتلاقيها تتحرك مع الفيلد. طب لو انا جبت شحنه نيجاتيف، ماشي، شحنه نيجاتيف الفورس اللي عليها بتبقى اوبوزيت للفيلد بالشكل دوت، كيو في الاي. فدي ايه؟ دي جزء مهم قوي. طب مين اللي بيجنريت الالكتريك فيلد؟ ايه اللي بيولد الالكتريك فيلد يا شباب؟ اللي بيولد الالكتريك فيلد الالكتروستاتيك تشارج، الالكتروستاتيك تشارج هي اللي بتولد الكتريك فيلد. بمعنى لو عندي شحنه بوزيتيف بالشكل ده، فالفيلد اللي ناتج عنها بيبقى خطوط خارجه منها في جميع الاتجاهات، ريديال كده، ريديالي اوت وورد بالشكل ده كده، تمام. طيب لو عندي مثلا كانت الشحنه بتاعتي نيجاتيف، يبقى نفس القصه بس الخطوط ايه؟ داخله للشحنه بالشكل ده، تلاقيها جايه من ما لا نهايه راح اخرها فين؟ عند الشحنه. وهنا البوزيتيف دي تلاقي الشحنه الخطوط بادئه منها وطالعه كده في جميع الاتجاهات. يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا ايه عند النقطه دي، هات لي الفيلد الناتج عن الشحنه اللي هي البوزيتيف دي، المفروض بص خارج 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 خارج، هتيجي هنا وتروح راسم سهم لبره كده. عند النقطه دي مثلا تروح راسم سهم لبره كده، طب عند النقطه دي توصل الخط ده كده وارسم سهم لبره، يبقى بتيجي عند النقطه اللي بتجيب عندها الفيلد وتبص للشحنه، لو موجب تبعد عنها. طب لو كانت الشحنه مثلا حاجه بالشكل ده كده بالنيجاتيف، عايز هنا مثلا الفيلد اتجاه الفيلد الناتج عن الشحنه النيجاتيف دي، بتروح حضرتك رايح بالسهم كده. طب لو هنا عند النقطه دي اروح لها كده، طب لو هنا عند النقطه دي اروح لها كده، طب لو هنا اروح لها. يبقى الخلاصه ايه؟ طب افرض انا عندي مثلا نقطه هنا بالشكل ده والنقطه دي، قلت لك ايه؟ هات لي الفيلد عند النقطه دي الناتج عن البوزيتيف تشارج وعند النيجاتيف تشارج. تعال نشوف البوزيتيف تشارج دي، وصل بس دي كده شويه ونقف هنا وتسأل نفسك سؤال، الشحنه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، تروح بعد عنها بالسهم كده، يبقى ده الالكتريك فيلد بتاع البوزيتيف تشارج. طب تعالى بص للثانيه، الشحنه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، حضرتك تروح رايح لها بالايه؟ بالسهم، يبقى الاي نيجاتيف. يبقى النيجاتيف تشارج بروح لها بالسهم، البوزيتيف تشارج ببعد عنها بالسهم. هتلاقي النقطه دي بقى عندها تو فيلدز بالشكل ده، عايز تجمعهم بقى اجمعهم كانهم ايه؟ كانهم فيكتورز بالظبط. طيب الفيلد الناتج عن التشارج بجيبه ازاي؟ الفيلد الناتج عن التشارج بجيبه ازاي؟ بجيبه من القانون بتاعي عادي خالص. لو عندي شحنه اسمها كيو على بعد مسافه ار من الشحنه مثلا هنا، هات لي الالكتريك فيلد بيساوي ايه؟ القانون بتاعنا بيقول الالكتريك فيلد بيساوي كيو اي في الكيو على الار سكوير. بص تفتكر بقى ايه؟ هو نفسه قانون مين؟ هو نفسه قانون الفورس، بس في الباست بتاعي في كيو واحده فقط، مش التو كيوز. ليه؟ لان بص الفورس بتساوي ايه؟ الشحنه في الالكتريك فيلد، الالكتريك فيلد فيه اوريدي كيو واحده، اما تضرب فيها الكيو الثانيه بقى اسمها فورس. بالظبط كده. يبقى اذا لو النقطه دي بوزيتيف بتروح موصل كده، الالكتريك فيلد هنا قيمته كام؟ كي في كيو على الار سكوير. طيب الالكتريك فيلد هنا مثلا اتجاهه فين؟ طالما الشحنه دي بوزيتيف اروح باعد عنها كده بسهم، تمام؟ طيب في بعض الاحيان مثلا اكزامبل من الاكزامبلز المشهوره قوي، ان يروح جايب لك مثلا ايه شحنه كده بوزيتيف مثلا وشحنه كده مثلا نيجاتيف، ويقول لك ايه فين النقطه، ويجي يقول لك مثلا ايه
شحنة كده بوزيتيف وشحنة نيجاتيف، ويروح قايل لك مثلا المسافة بين الشحنتين دول مثلا 1 متر، المسافة بين الشحنتين دول 1 متر، ويقول لك فين المكان اللي عنده الالكتريك فيلد بيساوي زيرو في المنطقة اللي بين الشحنتين أو براهم. تمام، تعال نشوف كده. أنت عندك هنا كذا أوبشن، يا إما بره بالشكل ده يا إما جوه بالشكل ده. تعال نجرب نقطة بره ونقطة جوه. لو أنا جيت هنا مثلا إن بتوين، التشارج دي سميها مسمي دي مثلا كيو 1 ودي كيو 2، التشارج النيجاتيف دي هتعمل فيلد رايح له أهو، ده الإي بتاع النيجاتيف. طب والتشارج البوزيتيف يعمل الكتريك فيلد خارج منها، يبقى هيبقى في الاتجاه ده. بص كده، هل ينفع الريزلتنت بتاع دول يساوي صفر؟ لا ما ينفعش. طب تعالى نحدي كده، النيجاتيف هيبقى الفيلد بتاعها رايح لها، يبقى ده الاي بتاع النيجاتيف. طب والبوزيتيف، لو عايز تجيب الفيلد بتاع البوزيتيف هنا، ها بتبعد عنها، يبقى ده الاي بتاع البوزيتيف. قال لك طب بص كده، دول ظروفهم ايه؟ دول تو فيكتورز opposite to each other، ينفع محصلة، ينفع المحصلة بتاعتهم تساوي صفر؟ أيوه. إمتى محصلتهم تساوي صفر؟ إمتى الريزلتنت بتاعتهم تساوي صفر؟ لما يكون الماجنتيود فاليو بتاعت الإي دي بتساوي الماجنتيود فاليو بتاعت الإي دي. فكل اللي حضرتك بتعمله بتجيب الإي نيجاتيف الماجنتيود فاليو بتاعتها اللي هي تبقى كيو إي في الكيو 1 على المسافة، سمي مثلا المسافة دي ليتس سي هنسميها إكس، ماشي؟ بالشكل ده على إكس سكوير. والمفروض انها تساوي كي اي في الكيو 2 على المسافه. بقى بص فين البوزيتيف اهي لحد هنا. طب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن 1 زائد الاكس، يبقى على 1 بلس الاكس، وكل ده تربيع. وحضرتك بتروح متساوي القيمتين ببعض وتشوف بقى ايه هو. غالبا دي طبعا بتطير مع دي، وغالبا بيبقى مديك الكيوهات، وروح مطلع من هنا ايه، وتروح مطلع من هنا قيمه الاكس. من الافكار برضو اللي هي الكومون في الشابتر دوت، ان هو يجيب لك جسم معين، والجسم ده زي مثلا الكرة دي كده، والجسم ده يبقى under equilibrium تحت مجموعة من القوى، ومن القوى دي واحدة من القوى دي اللي هي الالكتريك فورس. يعني يروح مثلا مديك عندي الكتريك فيلد مثلا في الاتجاه دوت، يعني الكرة دي الاول كانت في وضع رأسي بالشكل دوت، وحصل ان انا في الكتريك فيلد كده، فالالكتريك فيلد اثر على الكرة دي فراح محركها بالشكل دوت ووصلت للوضع ده، والوضع توقف على ما هو عليه. ويقول لك مثلا هات لي بقى مثلا قيمه الكيو، هات لي قيمه الالكتريك فيلد، هات لي طول، حسب الايه، حسب اللي يطلبه منك. المهم ان الانسر لبروبلم زي دي، القصه كلها ان الكره دي، الكره دي اصبحت اندر ستاتيك ايكوليبريم. ولما عندي جسم يبقى اندر ستاتيك ايكوليبريم، يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى سميشن الفورسز اللي عليه في اتجاه الاكس لازم تساوي زيرو، وسميشن الفورسز اللي عليه في اتجاه الواي بتساوي زيرو. فحضرتك بتروح عامل ايه؟ بتروح جاي الجسم اللي هو دوت وترسم الفري بادي دايجرام بتاعه. يعني ايه الفري بادي دايجرام بتاعه؟ يعني حضرتك تيجي على الاكس والواي كده وتحط لي الفورسز المؤثره على الجسم دوت. طب تعال نشوف كده فين هي القوى المؤثره على الجسم. اول واسهل حاجه الويت بتاعه لاسفل، يبقى دي ام جي. طيب في حبل هنا، يبقى عندي تنشن بالشكل دوت، وبما ان الانجل دي ثيتا هتبقى الانجل دي برضو ثيتا بالايه، بالتبادل. طيب في ايه كمان؟ هو مين اللي خلى الكرة دي توصل للمكان دوت؟ وجود الالكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ودي شحنة بوزيتيف، فأثر بقوة في هذا الاتجاه، وانا لسه قايل لك ان الالكتريك فيلد بيأثر بقوة اسمها كيو في الاي. يبقى انا عندي فين القوة اللي موجودة؟ بالشكل ده. حضرتك تاخد بقى الشكل ده كده، لو خدت الجزء ده كده وكبرته هنا كده مثلا كده، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ادي كيو في الاي، وعندي فورس هنا كده اسمها تنشن، تمام كده، وهيبقى عندي الوزن بتاعي لاسفل بالشكل دوت، والتنشن ده عامل انجل ثيتا في هذا الاتجاه، ماشي. حضرتك بعد كده هتعمل ايه بقى؟ هتروح جايب التنشن اللي هنا عامل له ريزولوشن، هتبقى تي كوساين ثيتا، ويتعمل له ريزولوشن هنا تبقى تي ساين ثيتا، وتقول لي بقى سميشن الفورس في اتجاه الاكس اللي هي بتساوي زيرو. فين الاكس بقى؟ عندي كيو في الاي في البوزيتيف بالشكل دوت، هتساوي تي ساين ثيتا، تمام. وسميشن الفورس في اتجاه الواي برضه تساوي زيرو، ماشي، هنا تي كوساين ثيتا وتحت ام جي، يبقى الاثنين بيساوي بعض، يبقى ام
جي بيساوي تي كوساين ثيتا. تمام؟ تمام. مطلوب من حضرتك بقى ايه؟ مطلوب من حضرتك سوري مطلوب من حضرتك ايه؟ تحل لي التو ايكويشنز دول. اسهل طريقه للحل ان انت تروح قاسم المعادلتين على بعض. لو قسمت دي على دي هتطير التي، وساين على كوساين يديك تان ثيتا، وتان ثيتا في الحاله دي بتساوي بقى ايه؟ الكيو اي على الام في الجي. خلاص بقى بعد كده شوف بقى هو مديك ايه في المساله دي وعايز منك ايه، وتقدر تطلع ايه المطلوب. انما هو الكي انسر بتاع المساله اللي زي دي اللي هو الاستاتيك ايكوليبريم. الجديد فيها ايه؟ ان واحده من القوة بتبقى هي القوة الكهربائيه الناتجه عن المجال الكهربي. هل طيب الشحنات اللي هقابلها كلها عباره عن شحنه محطوطه في نقطه يعني بوينت شارج؟ لا، هنلاقي في charge distribution. مثلا لو كانت التشارج بتاعتك متوزعة على line بالشكل ده، ده finite line. finite يعني ليه بداية وليه نهاية. let's say ان هو طوله مثلا L، وفي finite line لو فرضنا ان الشحنة بتاعته اسمها Q، في بارامتر مهم قوي في line charge بنقول عليه اللامدا. اللامدا دي اللي هي بيسموها linear charge density، هي يعني ما بنستخدمهاش قوي في الشابتر دوت، بس عشان تبقى عارفها. اللامدا دي عبارة عن ايه؟ حضرتك بتقسم الشحنة على طول الخط، يعني كولوم لكل متر، يعني من الاخر المتر من الخط دوت الشحنة عليه تبقى كام؟ فبالتالي لو حضرتك عايز تجيب الشحنة تبقى ما هي الا ايه؟ ما هي الا لامدا في طول الايه؟ في طول الخط. لو فرضت ان انا عندي خط بالشكل دوت فاينايت لاين، والفاينايت لاين دوت طوله L، و عايز اجيب الالكتريك فيلد عند الاوريجين مثلا في الحته دي كده اللي بتبعد مسافه ايه عن الخط. اولا شكل الماجنتيك سوري شكل الالكتريك فيلد بتاعي لو الشحنه دي بوزيتيف هيبقى عند النقطه دي وخارج بالشكل ده، وزي ما احنا اتفقنا ان الشحنه البوزيتيف بتبقى خارجه من الايه، من الالكتريك فيلد بتاعها بيبقى خارج من الشحنه. الكونفيجريشن دوت اللي هو اللينير تشارج ديستريبيوشن بيقول لي، يبقى انا لو جاب لي حاجه زي كده بالشكل دوت عايز الالكتريك فيلد بتاعي، فالقانون بيقول ان الالكتريك فيلد عند اي نقطه بتبعد ب، بص الاي خلي بالك الاي هي المسافه منين؟ المسافه من التب من نهايه الخط على نفس الاستقامه بالشكل ده على الاكستنشن بتاعه، بتساوي كي اي ايوه في الكيو اللي هي الشحنه بتاعت الخط، مقسومه على ايه بقى؟ مقسومه على اي مضروبه في ال L بلس ال A. صح صح بقى معايا ايه على القانون ده؟ تاني نقولها تاني، بص كده ال A اللي هي المسافه نهين المسافه، يعني لو فرضنا ان دي مثلا السايد 1 بتاع الخط وده السايد 2، وانت بتجيب الالكتريك فيلد جنب السايد 1، فال A بتبقى المسافه من السايد 1، تمام؟ مسافه النقطه لحد السايد الاولاني بتاع الخط او التيرمينال الاولاني بتاع الخط بالشكل ده كده. طب امال ايه الترم الثاني ده؟ ال بلس الاي، ال بلس الاي بص المسافه من حق من 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 النقطه نفس النقطه لحد السايد الثاني او التيرمينال الثاني بتاع الخط، يبقى بتاخد المسافه من هنا لاول الخط والمسافه من هنا لاخر الخط وتضربهم ايه؟ وتضربهم في بعض. ده بيبقى مين؟ الدينومينيتور بتاعي او المقام. فوق بيبقى الكيو الشحنه. خلي بالك لو هو مديك الشحنه هنا هي التوتال تشارج على الخط، لو مدي لك اللينير تشارج دينست اللي هي اللامدا، حضرتك بتروح ضارب اللامدا في ال L عشان تجيب مين؟ الكيو. يبقى الكيو اللي موجوده هنا خلي بالك هي التوتال تشارج، فلو ادالك اللامدا لازم تضربها في الايه؟ في اللينث بتاع الخط. ده كده كان ابلكيشن. الابلكيشن الثاني اللي هو لو اداني بقى اللينير تشارج دينستي بس متوزعه على ايه؟ بس متوزعه على رينج بالشكل دوت. لو فرضنا ان الرينج ده نص قطره مثلا الريديوس بتاعه ايه، وجي قال لك على بعد مسافه اكس هنا هات لي الالكتريك فيلد. اولا انت ما بتجيب الالكتريك فيلد، ليتس سي ان الرينج ده مثلا اللي تشارج عليه بوزيتيف بالشكل ده كده متوزع عليه بوزيتيف يعني كيو بالبوزيتيف. لما تجيب الالكتريك فيلد عند النقطه دي بتلاقيه لو الشحنه بوزيتيف بيبقى خارج كده في اتجاه الاكس، لو نيجاتيف يبقى داخل كده في اتجاه مين؟ الاكس، بس بالايه؟ بالنيجاتيف، على الرغم ان هو ديستريبيوتد بس الكومبوننت اللي بتبقى في اتجاه الواي دي بتايه؟ بتلاشي بعضها. طيب يبقى انا اذا لو عندي لو عايز اجيب الالكتريك فيلد على بعد مسافه اكس من الرينج دوت،
الالكتريك فيلد بتاعي بيساوي KE اللي هو 9 10 to the power 9 في الكيو بتضربها في الاكس، مقسومة على ايه بقى؟ مقسومة على x سكوير بلس a سكوير to the power 3 halves. واحنا القوانين دي طبعا احنا بنحفظها طبعا، لو انا هحل امتحان زي الام سي كيو ده كده كده بيبقى اوبن بوك، وبالتالي بجيب القوانين دي بتبقى جاهزه جنبي عشان لو احتجتها. هتلاحظ حاجه برضو، لو جه قال لك طيب انا عايز الالكتريك فيلد عند السنتر بتاع الرينج، سنتر الرينج اللي هو هنا في الحته دي، بص هنا كده الاكس بتساوي كام حضرتك؟ ها الاكس بتساوي زيرو، وبالتالي الالكتريك فيلد عند السنتر بيساوي زيرو، صح كده؟ تمام تمام. طب لو جه قال لك مثلا ان الاكس عندك از ماتش جريتر ذان الاي، يعني المسافه دي اكبر بكتير من الاي، يعني كانك بتجيب الرينج مثلا هنا كده والمسافه دي بعيده جدا بالشكل ده، الالكتريك فيلد في الحاله دي مع شويه ابروكسيميشن بيبقى كده كي اي في كيو في الاكس على المسافه الصغيره اللي هي الاي دي بنهملها، فيبقى بقى لي اكس سكوير تو ذا باور ايه 3 هافز، وبالتالي يبقى كي اي في الكيو في الاكس على دي تطير دي مع دي يديك اكس كيوب، دي مع دي تطير اكس هنا يديك كي كيو على الاكس سكوير، كي في كيو على المسافه تربيع اللي هو نفس قانون مين؟ نفس القانون بتاع البوينت شارج. يبقى اما اجيب الالكتريك فيلد بعيد خالص عن الرينج بيبقى كانها ايه؟ بوينت شارج بالظبط. اخر جزئيه، طب ايه اللي يحصل؟ ماشي، ايه اللي يحصل لو الشكل بتاعي بقى عبارة عن ديسك؟ الفرق بين الديسك والرينج، الرينج حاجة زي ايه؟ يعني جبت سلكة وعملتها دايرة كده زي مثلا دبلة مثلا او حاجة زي كده، انما الديسك لا، ده الديسك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مساحة بالشكل ده، شكلها سيركولر بالشكل ده، وهنسمي مثلا نص القطر بتاعها مثلا نسميه ايه؟ هنسميه ار كابيتال مثلا. دي الديسك ده مثلا زي الكوين مثلا، معاك جنيه كده ولا حاجة، وعايز اجيب على بعد مسافه اكس من الكويل من الرينج سوري من الديسك دوت، عايز اجيب الالكتريك فيلد هنا بيساوي كام؟ هنفرض ان الفيلد ده عليه بوزيتيف تشارج، نفس القصه بتبقى يونيفورملي ديستريبيوتد، بس هنا على ايه بقى؟ على السيرفس. فبنعرف حاجه اسمها السيجما، ايه السيجما دي؟ اسمها السيرفس تشارج دنسيتي، السيجما دي هي السيرفس تشارج دنسيتي اللي هي عباره عن ايه حضرتك؟ عباره عن الشحنه وبتقسمها على الاريا بيساوي السيجما اللي هي تبقى كولوم بير متر سكوير، يعني المتر المربع الواحد من السيرفس ده فيه شحنه قد ايه؟ تمام؟ يبقى لو حضرتك برضو القانون بتاعه الالكتريك فيلد الناتج عن الديسك بيساوي 2 باي في الكي اي اللي هي 9 10 to the power 9 في سيجما، وافتح قوس يبقى 1 ماينس اكس على r square plus x square to the power of 1/2. ده كده القانون بتاع مين؟ بتاع الديسك. زي ما قلت لك اثبتت القوانين دي لما بجيب لك فيها مساله ما تبقاش مطلوبه منك، انا مطلوب منك بس ايه؟ القانون النهائي. هيقول لك عندي مثلا سلك مثلا على مسافه كذا، فهات لي الالكتريك فيلد برضه على المسافه دي. اهم حاجه تعرف فين الاي وفين الطرف الثاني اللي انت هتضرب فيه اللي هي بتبقى ال بلس الاي. الرينج مثلا محتاج اعرف انا على بعد مسافه كام، ومحتاج اعرف الريديوس بتاعه ايه. الديسك محتاج اعرف فيه قلنا السيجما، لو مش عندك السيجما تقدر تجيبها ازاي؟ اقسم الكيو على الاريا. طب الاريا طب ده ديسك عباره عن دايره باي ار ايه؟ باي ار سكوير. وبعد كده تحط الاكس اللي هي المسافه منين؟ البربنديكولر من عند السنتر بتاع ايه؟ جزء برضه مهم في الجزئيه دي، ويمكن اخر جزء يمكن يجي فيه مسائل، اللي هي الموشن اوف تشارجد بارتكل ان الكتريك فيلد. لو عندي الكتريك فيلد، لو عندي تشارج بارتكل وبيتحرك في الايه؟ في الالكتريك فيلد. يعني مثلا فور اكزامبل، لو انا مثلا عندي الكتريك فيلد مثلا شكله كده اسمه ايه؟ تمام؟ وجيت حضرتك رحت جايب مثلا تشارج، التشارج دي بوزيتيف تشارج، وبدات حركتها من البوزيشن 1 وبدات تتحرك التشارج دي في الاتجاه ده كده، تمام؟ ويجي يقول لك مثلا عند النقطه 2 هنا مثلا هات لي الفي بتاعتها بتساوي كام؟ يجي يقول لك مثلا ستارتد فروم ريست، او بدات هنا وكانت الفي بتاعتها بفي 1. دي مساله ايه؟ دي مساله
ميكانيكس اوريدي اصلا. احنا خدنا طبعا، انا فاكر الايكويشن اوف موشنز الاربعه اللي احنا خدناهم كانوا بيقولوا ايه؟ الفي فاينل بتساوي الفي انيشال بلس الاي في تي، كانت دي واحده. ها حد يفكرنا بالثانيه كده؟ الدلتا اكس بتساوي الفي انيشال في تي بلس 1 هاف اي تي سكوير، تمام. دي اول واحده، دي الثانيه. طيب ثالث حاجه كانت الدلتا اكس بتساوي 1 هاف في انيشال بلس الفي فاينل في التي، دي رقم 3. رابع حاجه كان الفي فاينل سكوير ماينس الفي انيشال سكوير بتساوي ها 2، ايوه ها في الاي، ايوه في الدلتا اكس، صح كده. دي الاي الايكويشن اللي هي رقم 4، تمام. تمام، الايكويشنز دول هم دول اللي انا بطبقهم هنا، ولكن ايه الاختلاف؟ يعني ايه علاقه ده بالالكتريك فيلد دلوقتي؟ الاكسلريشن، بص كده على الاكسلريشن، القصه كلها هي الاكسلريشن دي حضرتك جايه منين؟ يعني مين اللي خلى الجسم ده يبقى ليه اكسلريشن؟ اللي خلى الجسم ده ليه اكسلريشن ان انا عندي قوه اسمها اف. طب القوه دي جايه منين؟ من الالكتريك فيلد، صح. طب قوه الالكتريك فيلد اصلا على الشحنه بتساوي ايه؟ قيمه الشحنه في الالكتريك فيلد، صح كده؟ زي الفل. يبقى الفورس بتاعتي بتساوي الكيو في الاي. طب يبقى الاكسلريشن عباره عن ايه؟ عباره عن كيو في الاي اللي هي الفورس على الماس. يبقى كل الايكويشن دي هتبقى ازاي؟ في فاينل بتساوي الفي انيشال بلس كيو اي على الماس في التي، هتبقى كده، تمام. دلتا اكس بتساوي في اكس انيشال بلس 1 هاف كيو اي على الماس في التي سكوير، صح كده. نفس القصه بقى الاخيره، تبقى في فاينل سكوير ماينس الفي انيشال سكوير بتساوي 2 كيو في الاي على الماس في الدلتا اكس. كده الايكويشنز بتاعتي هتبقى كده. ساعات بقى يجي يقول لك طب انا بدات من سكون، يبقى الفي انيشال بتاعتك بتساوي ايه؟ الفي انيشال بتاعتك بتساوي 0. يبقى التغير الوحيد في المسائل اللي زي دي اللي هي ايه؟ ان الفورس بتاعتي في الحاله دي هي الالكتريك فورس اللي هي بتساوي الكيو في الاي. لما تجيب الاكسلريشن الفورس على الماس يبقى كيو في الاي في على الماس. طبعا هنا في الجزئيه دي بنهمل الجرافيتي اصلا، ما بناخدش الايه الجرافيتي في الاعتبار بتاعنا. والقصه دي قصه كومن قوي، بنعمل بيها حاجه بيسموها الاكسلريتنج، التعجيل للشحنات. اما يكون عندي شحنه مثلا محتاجها في رياكشن معين وعايز اوصلها لسرعه معينه، اروح مدخلها على الكتريك فيلد. الكتريك فيلد هياثر عليها بقوه، وبالتالي سرعتها تزيد لحد ما توصل للايه للقيمه اللي احنا عاوزينها، تمام. الجزء الاخير، طيب افرض لو انا عندي الحركة بتاعت البوزيتيف أو النيجاتيف تشارج كانت بيربنديكولار على الفيلد، إزاي؟ يعني مثلا أنا عندي تو بليتس كده، في بليت كده وبليت بالشكل دوت، وليتس سي إن ده كان عليه بوزيتيف تشارج، ماشي، وده عليه نيجاتيف تشارج، وبالتالي بيبقى في إلكتريك فيلد من البوزيتيف للنيجاتيف بالشكل دوت. طيب لو أنا عندي بوزيتيف تشارج مثلا وليكن بروتون، والبروتون ده ماشي في الاتجاه ده بسرعه v، ايه اللي هيجرى للبروتون اول ما يدخل في الفيلد؟ اول ما البروتون يدخل في الفيلد مثلا يوصل للنقطه دي، هيبقى على البروتون ده فورس الاسفل. ليه؟ عشان البوزيتيف تشارج بتتاثر بفورس مع الفيلد، وبالتالي الباث بتاع الحركه بتاعتي المسار بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ instead of going straight like that هيحصل ايه؟ هيحصل ان الباث بتاعي يحصل له ديفيشن بالشكل دوت، ويروح نازل لتحت كده، تمام؟ طيب نفس القصه لو كان بين التو بليتس اللي هم دول، وكانت الشحنه بتاعتي نيجاتيف. احنا قلنا ايه؟ ده كده الفيلد بتاعي شكله كده. النيجاتيف تشارج اول ما تدخل في المنطقه دي هيبقى عليها فورس ايه؟ هيبقى عليها فورس الاعلى، وبالتالي بدل ما كانت هتمشي في خط مستقيم بالشكل دوت، هتروح النيجاتيف تشارج حصل لها ديفيشن انحراف لفوق، وتطلع من فوق ايه؟ من فوق بالشكل دوت. يبقى اما يكون داخل بيربنديكولر بيحصل له ديفيشن، وبيغير اتجاه الحركه بتاعته البوزيتيف او النيجاتيف تشارج حسب هو بوزيتيف او نيجاتيف.